next or rest. لو حن نعرض عليك مجموعة صور لفنانين أو ملحنين okay. لو حابة تشتغلي معهم تقولي لي rest. أوكي. حاب مش حابة أن يكون في تعاون تقولي لي next. أوكي. أوكي. ما نسوي يلا أنا مش هقول لك next. طيبة. يلا أول صورة معنا. الفنانة الكبيرة نوال الغشام. الفنانة الكبيرة نوال الغشام صديقتي وزميلتي وصاحبتي كانت موجودة معاكم من الفنانات اللي أنا قبل ما نجي حكيت أنا وياها وشجعتني أنا نجي لبرنامجك. فنانة صديقة وعزيزة وفنانة كبيرة وصوتها حلو ونتمنى لها النجاح والتوفيق بيان سور يعني رس. نحبها. علاش نشوفوا ممكن نشوفه في المستقبل القريب عمل يربطك اي علاش لا بالعكس حاجه احنا الديو بنات ناقص يعني الاصوات صحيح. النسائيه مع بعضهم ففكره انه نكون فنانات تغني يغنيوا يعني اغنيه مع بعضهم علاش لا ان شاء الله تمام اللي بعده الفنانه الكبيره والنجمه زازا طبعا هذا انت جبت لي اصحابي يعني ريس زازا فنانة نجحت يعني في الأعوام القليلة اللي فاتت فرضت وجودها فرضت لون معين جديد على التوانسة ونجحت فيه نحييها وكيف كيف هي صاحبتي وزميلتي وصديقتي ممكن تشوفوا ألفة برمضان يعني تغني هي وزازا بنفس الجو اللي تقول في زازا ولا لا هو الجو اللي تقوله زازا الجو ساعات تغني جو الشعبي المصري على الشعبي التونسي وانا غنيت انا يمكن الناس حطتني في اللون الفني الطربي لكن انا نغني الشعبي ونغني الشرقي ونغني التونسي يعني نغني كل الالوان فما عنديش مشكله نمشوا للي بعده الفنان الكبير والنجم شهاب بشير أي. شوف الفن عمره ما عنده حدود يعني أنا ممكن ما جربتش غنيت مع فنانين مثلا راب وإلا ألوان شعبية برشا لكن أنا الرا وأنه فما أغاني وفما ألوان متاع موسيقى ممكن تتماشى مع أي حد وأنا نشوف روحي أنه ممكن نعمل تجربة مع مثلا معه علاش لا اي علاش لا تحياتنا لي أكيد. اللي بعد الفنانه الليبيه اسماء سليم اسماء زاده من الفنانين الاصوات الحلوه اللي ان شاء الله نزيدوا نشوفوها هي فنانه ليبيه تونسيه انا مسميتها على التوانسه مش عليكم يعني انا صديقتي وكل وننسى اللي هي فنانه خدوها كل شيء الله يبارك خدوها من عند ناس مسلم يلا بدايتي كنت معاها و حسب معلوماتي تربطك بها صداقه قويه أي. يعني محمد صالح الحركاتي هو كان زوجها سابقا سابق. فاكتشافي كان على طريق زوجها السابق ومعرفتي بها بالطبيعه خدمنا مع بعضنا لفتره ونحبها برشا أسمى قلبها باهي كما قلوب الليبية معروفين يعني بالطيبة أسمى طيبة برشا وفنانة صوتها حلو ونحبها زيدا وكنا غنينا مع بعضنا في برامج في تونس غنينا أغاني ديو ولا تريو أنا وهي وكنا نسيت شكون معنا غنينا حاجات لكن مغنيناش ما سجلناش حاجة أغنية تمام نشكر أكيد فريق الأعداد على هذه الصور ما شاء الله ما فيش ولا حد فيهم قالت عليه نكس كل هذا اللي بعده نانسي عزرم نكست أور ريست نخلوها ولا نطيروها نخليوها علاش نانسي عزرم فنانة نطيروها تحب يتغش علي جمهور نانسي عزرم كبير غير والله لا يعني غير صار انت يعني توا تراضي في الجمهور مش لا الحقيقه تقولي فيها والله مانيش راضي في الجمهور بالعكس هي فنانه ناجحه برشا وفنانه عندها ستيل معين محلاه وفنانه هكا فينو وتدخل للقلب والقلب الصغار والكبار فبالعكس انا نحبها نانسي عزرم ونحب اغانيها زيادة ما حكيتوليش ولا حد خايب يعني نمشوا للي بعده تو نشوفوا نوردو
آه نوردو، نوردو هذا ولا عربوش، هو بصراحة انشهر يعني الأغلبية من جمهوره اللي يعرفه ما يعرفوش نوردو، يعرفوه عربوش. تقولي عربوش الأغنية في ليبيا يعني. أي الأغنية نجحت لكن اسمه توا ضارب. أنا بالنسبة لي اكتشاف للسنة هذه اللي فاتت كلها نوردو طالع بالقداء وعنده خامة صوت مميزة حلوة، يعني لما تسمعوا تفرقوا ما بين أصوات أخرين. ناجح تبارك الله عليه، عامل حاجات لون جديد عاجب الشباب برشا، ونتمنى له النجاح والتوفيق. غني معاه أي لو كان فما أغنية تنجم تواتي صوتي أنا وياه نغني طبعا. ما زال عندنا ولا خلاص؟ أنا باش نخدم معاهم الكل اليوم اللي بعده ما شاء الله. سنفارة، سنفارة ما عنديش مشكلة أنا، هاني قلت لك المهم الأغنية اللي نجم تواتي صوتي وصوته، وأنا مع الراب نجم نغني الأغاني اللي هي ما تعرف الراب فيه كلمات ممكن ينجموا هما يجرؤوا يقولوها أكثر منا نحن. فأنا لو نلقى أغنية كلمات جريئة يعني زيادة الزيادة أنا ما نجمش نغني الجريء بزيادة، لكن لما تكون معقولة أي يعني. أنت مش رافضة فكرة أنك تديري ديو مع لا حد يغني راب؟ لا ما عنديش مشكلة، لازم يكون الكلام، لأنه أنا كفنانة يعني عندي تصويرة معينة وهما عندهم أغاني وستيل يمشي معاهم والناس تحبهم فيه. صحيح. فممكن أنا ما يكونش جوي برشا. بس أنت يعني على حسب كلامك إن كل الراب فيه كلمات خارجة، بالعكس فيه أغاني راب لا نظيفة لا لا وحلوة ما قلتش يعني. لا ما قلتش يعني الراب مش معناها أغاني ما تتقبلش، لكن ممكن علي أنا كاميرا وإلا كفنانة عندي لون معين أنه تجي حرشة شوية كما نقوله نحن بالتونسي علي أنا، لكن هي تتقال عادي يعني عادية، الكلام عادي ممكن يتغنى. يلا نشوفوا آخر صورة معنا ولا مازال؟ شوفوا اللي بعد محمد رمضان. أنا يعجبني، فما ناس ممكن ما يعجبهمش، يحبوه كممثل وما يحبوهش كمغني. صحيح هو ما عندوش صوت مطرب، لكن ذكاء كبير والأغاني اللي عملهم مس بيهم جمهور عريض وفرض نفسه كممثل بدرجة أولى وكفنان. يعني هو مش مطرب في النهاية. شوفي في أنت وين تحبي أكتر، في التمثيل ولا في الغناء؟ تحب الحق؟ أنا أول ما حبيت حاجات حبيت الغناء، وبعد تفرجت له في الأغاني. ما كنتيش تعرفي ممثل قبل؟ نعرف أنه هو محمد رمضان ممثل، لكن ما صادفش وقعات تفرجت. أنا سنة مثلا تفرجت له في مسلسل برنس أبهرني تمثيل السنة اللي فاتت. إيه السنة اللي فاتت تفرجت فيه أبهرني في التمثيل ووليت مغرومة بمسلسلاته. لكن في أول حاجة سمعتها له كانت غرمت بها برشا هي اللي مع سعد المجرد إنساي. إنساي أي الغنية هذيك حبيتها برشا. طيب آخر صورة هذه معنا ولا مازال عندنا صور؟ تمام آخر صورة توا هنشوفه مني الأخير. كلاي بي بي جي كلاي نحس روحي بعيدة برشا عليه، يعني فما ألوان موسيقية نجم تقرب لي شوية. كلاي نحسه عنده ما عارفش فسر لك نوع متاع غناء يقولهم هو بالأكسون متاعه. أنا ما نخلطش نعملهم، يعني صعب عليا أنا كفنانة وترية، من صعيب باش نغني الحاجات اللي هو نجم يعملهم اللي هو بسرعة هذيك. فما برشا حاجات بسرعة هذيك فكلاي نتصور صعيب. هيك ختمنا الفقرة next or rest ألفة. خلينا نكونوا أصحاب، شو رأيك؟ اي والله إن شاء الله ديما نكونوا أصحاب وإن شاء الله يا ربي الناس اللي عرفتهم في حياتي واللي نحبهم
إن شاء الله ديما نقعد معهم أصحاب ونحبهم برشا. نسمعها خلينا نكون أصحاب. يلا نسمعوا النجمة التونسية ألفة بالرمضان. نحبك